اقول لك ايه يا حلوه انت؟ الاسوره دي شاريها منك امبارح وطلعت فالص. لا يا اختي ما خدتهاش من هنا. لا يا حبيبتي واخداها منك، وما اديتنيش حقي تالت ومتلت مانيش خارجه من هنا. حق ايه يا وليه منك ليها؟ خدي بقول لك حاجتك وشوفي مين باعها لك. بقول لك انت اللي بعتها لي، وشغل حلق حوش والنصب ده مش عليا انا. بقول لك ايه كلامك كويس وخدي. يا تقعدي يا اوعي اتفضل يا سن. اتفضل، نورتنا والله. اتفضل، حصلت البركه والله. والله انا خفت لا تقلق وما تجيش. تقول ان احنا عاملين لك كمين ولا حاجه؟ لا، المفروض يا اللي اجيبه انت مش انا، لانكم ببساطه عرفتوني مكان الخن الجديد بتاعكم. لا، ما احنا عارفين انت مش تلعب معانا الدنيا، او من الاخر لمؤاخذه كده انا مش هتعرف تعمل معانا حاجه. أنا ما بلعبش يا ميمي وأنت عارف كده كويس. اتصلت بيها ليه يا ديبو؟ عشان الأمانة. أمانة إيه؟ ما تفكر كده، مفيش حاجة واقعة منك. أوعى تكون اتصلتوا بيا عشان تلعبوني. إيه اللي عندكوا؟ خلونا نخلص عشان ما نضيعش وقت بعض. لا، اسمع كويس بقى. اسمع كويس اللي هنقوله وتنفذه بالحرف الواحد. عشان نفضل حبايب على طول. ومحدش فينا يأذي التاني. طيب. ممكن اعرف ايه اللي عندكم ولازم اسمعه وانفذه؟ محتاجين خدمه بسيطه، حاجه قصاد حاجه. اتفضل يا باشا، اتفضل. ايه رايك؟ يا دي الحاجه اللي